احنا وصغار كانوا يعلمونا انه لازم نعطي، فكنا نعطي بدون ما نفكر وكنا نضل مبسوطين. بعدين كل ما نكبر شوي منصير نعطي اقل، ومنكتشف انه بيصير يوصلنا اقل. هالسنة فكر انه تعطي، تعطي كتير، لانه كل ما تعطي اكيد في حدا رح يكون مبسوط، وانت رح تكون مبسوط، والخير رح يرجع لك.